إن طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فانقضت العدة التي يراجعها فيها فلم يراجعها، هل تبين منه بعد انقضاء العدة إبانة كاملة؟ تبين من بينونة صغرى، بينونة صغرى، له أن يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، تزوجها بعقد جديد، لكن تحسب عليه الطلقة الأولى ويبقى له طلقتان، وإن كان طلقها طلقتين يتزوجها على طلقة واحدة فقط. نعم.